بنك المعرفة المصري بشكل بسيط جدا هو واحد من أكبر المشروعات المعرفية الموجودة في جمهورية مصر العربية. بدأ في يناير سنة 2016 تحت الرؤية الخاصة بالسيد رئيس الجمهورية نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر. لما ابتدى بنك المعرفة المصري الحقيقة وما زال بيركز على الباحثين، بيركز على القراء، بيركز على الأطفال، بيركز على الطلبة، طلبة المدارس من رياض الأطفال للثانوية العامة. كل ما كانت القوة أكبر يبقى رد الفعل اللي هي الحركة أكبر، يعني لازم رد الفعل يكون مساوي للفعل. عندنا 4 بوابات فرعية بيقدر المستخدمين ان هم يسجلوا عليهم ويستخدموهم. الأولانية الخاصة بالأطفال، ازاي يبقى عندنا طفل مصري شغوف بالعلم والمعرفة. الثانية الخاصة بالتعليم الأساسي، ودي اللي عليها منصة التعلم اللي بتخدم التعليم الأساسي من كي جي لكي 12. الثالثة الخاصة بالباحثين الموجودة باللون الأحمر، دي طبعا اللي بتخدم القطاع الأكاديمي والبحثي الموجود في جمهورية مصر العربية. البوابة الأخيرة الخاصة بالقراء الموجودين داخل جمهورية مصر العربية، وأي حد يقدر إن هو يسجل عليها. نظام إدارة التعلم بشكل بسيط جدا زي ما حضراتكم شايفين، معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيسمح لي ان انا ابحث عن الليرنينج اوبجكت اللي انا محتاجه بشكل بسيط، وفي نفس الوقت بيديني كل المصادر المفضله ليا سواء في اللغه العربيه، التاريخ، الجغرافيا، الاحياء، الكيمياء، الفيزياء، كل المواد اللي بيدرسها الطلبه في المراحل التعليميه المختلفه. لو انا قلت مثلا اللغه العربيه، بيبتدي يديني بقى كل الصفوف اللي موجوده فيها الليرنينج اوبجكتس المختلفه. طبعا كل حاجه حضراتكم شايفينها عليها لوجو الوزارة، ده بيكون الكتاب بتاع الوزارة، لكن عليها لوجو تاني، مثلا ده لوجو نهضة مصر، معناها ان دي المصادر الإضافية اللي بتوفرها لنا نهضة مصر بناء على الستاندردز اللي الوزارة محدداها. وزي ما انا عندي اللغة العربية اقدر ان انا اشوف المصادر الاخرى. لو انا اخترت مثلا الكيمياء بلاقي ان هي متوفرة مش لكل المراحل، لكن احنا دلوقتي بنوفرها للصف الاول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي، لان هم دولت اللي خدوا التابلتس وبيقدروا ان هم يستخدموها بشكل بسيط. عندنا التصفح بكذا طريقة على نظام إدارة التعلم نقدر نحنا نستفيد بيه، وعندنا هنا قائمة فيها كل الحاجات اللي احنا نقدر نحنا نوفرها للطالب. طبعا دي كلها كاستمايز نقدر نحنا نغيرها بشكل مستمر. المشروع حقيقة بدأ لما كانت عمل أو الناتج المحلي لكليات العلوم على مستوى الجامعات المصرية. قابلنا الأستاذة الدكتورة هدى أبو شادي، بروفيسور اوف نيوكلير فيزيكس من جامعة القاهرة، في أول إيفنت تم في الجريك كامبس في الجامعة الأمريكية. كانت الفكرة إنه نضم كل كليات العلوم تحت بورتال محدد، ونبدأ نعمل ديجيتايزيشن للريسيرش أوتبوت والساينتيفيك أوتبوت على مستوى كليات العلوم. أستاذ الدكتور معالي الوزير طارق شوقي كان أيامها يرأس المجلس التخصص الاستشاري للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية. الفكرة دي أضاف عليها أنه يعمل شكل بوكي متكامل من الناشرين بحيث يثري العلوم على مستوى الأبحاث، على مستوى التخصصات الموجودة على مستوى الجامعات المصرية. احنا عندنا عدد من الريجسترد يوزرز اللي بيقدروا ان هم يدخلوا بشكل يومي على بنك المعرفة، وليهم حسابات مسجلة، وبيستخدموا بنك المعرفة المصري من اي مكان، من اي شبكة انترنت داخل جمهورية مصر العربية، ودولت عددهم فوق 2 مليون مستخدم، متقسمين طبعا على كل البوابات الفرعية سواء للباحثين او القراء او الأطفال أو الطلبة. لكن إحنا عندنا برضو عدد كبير جدا من المستخدمين، وهم مئات الألاف، بيستخدموا بنك المعرفة المصري من تحت الـ IP range أو نطاق الإنترنت
المسجل في الأماكن اللي هم بيشتغلوا فيها. يعني مثلا في الجامعة الأمريكية أو في القوات المسلحة أو في أماكن كتير جدا من التعليم العالي، الأماكن الأكاديمية في جمهورية مصر العربية، نطاق الإنترنت الرسمي للجهة الأكاديمية مسجل على السيرفرز بتاعتنا. فلو الباحث دخل على بنك المعرفة المصري أو على أي من المصادر هيقدر أن هو يستخدمها بشكل كويس. عشان كده رقم أو عدد الناس اللي بتدخل على بنك المعرفة المصري طبعا هم كل يوم ملايين، وبيحصل عندنا زيادة كبيرة جدا قبل فترة الامتحانات أو في خلال فترة الامتحانات أو خلال المسابقات اللي احنا بنعملها على بنك المعرفة المصري. نعمل competitions بتستهدف طلبة المدارس، بتستهدف التعليم العالي، بتستهدف القراء. competitions دي طبعا بتزود عدد مرات اللوجينز أو الدخول أو السيرش، البحث اللي بيحصل على بنك المعرفة المصري. محتاجين المجتمع يرجع مجتمع قارئ، محب للثقافة، محب للقراءة أكتر. الحقيقة افتقدنا الأمور دي الفترة اللي فاتت بشكل كبير، لدرجة أنه المشاهدين مثلاً للتلفزيون ابتدوا يشوفوا برامج ملهاش علاقة بالمعرفة، ملهاش علاقة بالعلم. فليه ما كانش يبقى لينا مصدر معرفي يساعد الناس ان هم يقدروا ان هم يوصلوا لمعلومات يكونوا اكسايتد بيها، يبقى عندهم شغف ان هم يكملوا ويقروا اكتر او يسمعوا اكتر من خلال بنك المعرفة المصري.